عيد مباراة سعيد. بالنسبة للجميع نتمنى لكم الإسلامية وشعب المغرب إن شاء الله التوفيق والنجاح والصحة والعافية إن شاء الله. يعني الفرق بين الدرجة الأولى والانتظار ليا بأن المباراة كما شفتوا يعني كانت من شوطين. الشوط اللي تحقق له النصر هو بين اللي معه الوحيد الشوط الأول خصوصا بعد تسجيل هدف اللي ما نقدروش يعني نحكموا واش فعلا كان شروط ولا ماشي شروط. كان باش يجمع المقيم كان بالضبط صريحه حنا كنحترموا القرار ديالو، ولكن بعض الاحيان بعض الاهداف كتبدا تاثر خصوصا اللاعبين اللي تاثرت عليهم. اظن بانه خرجنا من المباراه شهر ما وعندك باش فريق مضاد الدوري يعني استطاع باش يستغل هاد الخروج من المباراه وخصوصا باش يشجع يعني هذا الاول والثاني والثالث والرابع يعني الفريق بالنسبه لي انا هو كل شيء بحال اللي كنقول لك ما عرفتش انا الفريق ديالي ولكن تبقى المسؤول الاول من غير دخل التشكيله بالطريقه اللي كنا بها. اظن بانهم بعد ما قمت بالتغييرات وقمت بالتغييرات في الشوط الاول ماشي في الشوط الثاني، قمت بالتغييرات في الشوط الاول وزدت على سته كذلك في الشوط الثاني من بعد ما دخلنا يعني مباشره وقع توازن في الفريق ديالنا شفنا لانه ولينا منتظمين الصعود ديالنا ولينا كنرتقبوا اقل عدد من الاخطاء خصوصا الاخطاء الفرديه هي اللي كنا الاول في المباراه ولكن اخطاء فرديه يعني الكره كتكون عندنا كتكون اصدق عن الفريق الاول كيستغلها يعني هجمه سريعه او هجمه مرتبطه. حنا كنعرفوا اللاعبين اللي عندنا خصوصا في الهجوم بعد الروح ولا بيتر الشيك ولا حسوني التقليد ديالو ولا الويد كارت اللي كيتحول دائما بالهجوم. اظن بانه باغتو لنا خصوصا كما تنقول من بعد حنا كنكونوا مستحقين الكره كنعطيهم يعني الهدايا. ولكن في الشوط الثاني اظن بانه من بعد يعني دخلنا المستوى المزاج وتكلمت مع اللاعبين واهم حاجه بالنسبه للفريق بغض النظر عن الجانب التقني والتكتيكي وهي عزه النفس. خصكم واحد رده فعل اظن بان الشوط كانت رده فعل اللي كانت قويه وقويه جدا استطعنا بالشهاده فتحنا عده فرص للتشجيع واظن بانه هذا هو الوجه الحقيقي ديال بوتسليكا. فانا بالنسبه لي كما قلت لهم في اخر المباراه المباراه عندها وجهين كما كنقول دابا انما بانه انا ما راضيش على المردود اللي نشوفه. اظن بان خصنا نستخدم من دروس ولا بغينا نصلحوا الفريق تاعهم لان يعني انا بنفسي كمدرب فاجاتوني بهذا المردود خصوصا الاحترام ديال الانضباط التكتيكي اللي درنا به الانضباط التكتيكي كذلك الاخطاء التقنيه الفرديه. واظن بانه كما قلت لهم ولكن الشوط الثاني نهني بهم على الشوط الثاني لان استطعنا باش نشجعوا وكنا قاب قوسين نشجعوا هذا الثاني او الثاني ولكن رد الفعل بالنسبه للايجابيه الا انه تبقى النتيجه بالنسبه لنا يعني ثقيله ولكن اظن بانه الفريق الاولمبي الحقيقي اللي هو الشيء الثاني اللي احنا يعني مازال عندنا جوج ديال المباريات يعني باش نتائج المباراه الاخرى احنا في الامن. وانا ما عمري ما كنت نتكلم مع الفريق على النزول لانه عارف يعني الامكانيات الموجوده لا الامكانيات يعني الاداريه ويعني الاحترافيه التعامل من ناحيه الاداريه الرئيس والسيدي وجميع اعضاء ديال المكتب ولكن حتى اللاعبين ودابا كبيرهم المتدربين ولا المجهود اللي كيقوم به هو المجهود القانوني به هو اللي جعل الفريق ولا تعمل واحد الايجابيه الا كما قلت اليوم الشوط الاول ماشي هذا هو الفريق اللي كنت عارف الشوط الثاني هذا هو الفريق اللي كنت. شكرا. سي توصي جريدة أخبار المغربية شفنا وسط الميدان مملوء غياب نهج ديال الهجوم وكذلك دفاع منهار، واش هذا ناتج على عدم جاهزية الفريق أم قوة الفريق ديال الوداد البيضاوي؟ فأظن إلا دزت التحية ديالي في الأول ما تقدرش تتحكم على المباراة ديالك كلها ماشي هو الدفاع منهار، الدفاع أصبح مفترس في الشوط الثاني، ممكن كان في بعض الأوقات الشوط الأول خصوصا كيف من بعد ما تشد هذا الأول واللي كنهضروا على واش هو ماشي هو حتى واحد ما كان يفرقوا الفريق من الدروس قوي كل المكونات اللاعبين ديالو المنظومه ديالو الفريق اللي كيمكن على الصعيد الافريقي ولكن ما نقدروش نوصفوا العمل اللي كيقوموا به فريق اللاعبين فريق ما كيكون يفرق خصوصا في الشوط الثاني اصبح وسط الميدان يعني كما قلت انت ماشي 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 كنت عام ولكن ما كانش الهجوم بالعكس ما كانش الهجوم ما غاصش الهجوم شفتوا الفرص اللي تحت الهجوم ثلاث فرص
الشادي فرصتين، غير في اخر لاعب اللي دخل اخر تحت ليا فرصه، لاعب جوير الوسطي فرصتين، كيفاش تبغي تلاقي جوج من اللاعبين كانوا في الشباب؟ غياب متمم العمليات، لا متمم العمليات احنا عندنا الشادي احسن لاعب بالنسبه لنا ما يجيبش 12 هدف، ولكن عندنا جوج كان كيفاش واظن بانه ولا تقدر تتبع كرة القدم الحديثة ما بقاش كنعتمد على غير مرة من عملية واحد خصو يكون عندك لاعبين يشدوا وحنا عندنا فريق كنقدروا نشدوا بالشديد بجوج بهاكي كنقدروا نشدوا الزوار الوسطي كنقدروا نشدوا الوشن كنقدروا نشدوا حتى وسط الميدان ديالنا لانه وسط الميدان اللي كيتحول للهجوم. شكرا شكرا. السلام عليكم. انا كنظن بعيدا عن المشاهد السياسي كيبان لي ان واحد لا واحد نفسية جد عادي ومرتاح لأنه مهم متطلقات وما عندوش ديك الشراسة اللي نجيبو الناس القتالية معروفة عليه يمكن عندك واحد النفس هادئة معرفش واش كنت متفقتو على هاد الحالية ولا غير هو عامل نفسي كيحسو به اللاعبين. لا ما تقدرش تتكلم على المباراة كلها بهذا الحكم بهذا المنطق لأنه شتي الشوط الأول كما قلت لك في الأول لأنه يعني تلقينا واحد الصفعة بالهدف الأول لكن ما كناش كننتظروا لأن ما كناش شادين في يوم المباراة ولهذا هو ربك الفريق جا المباراة الثانية الرابعة اللي كانت خطيرة ماشي بعيد بالنسبة لنا الحسية كانت هذا هو الكوتشي هذا هو التدبير ديال المباراة اللي كانت حنا ماشي كان يعني كانش إصابة لا لا ما كانش إصابة ما كانش هناك ما كانش هناك عتاب بالنسبة لنا هو صحيح صحيح أو لا خصوصا اللي كتقول لك تذكر الأخطاء تغيير الموضوع كنت ولينا مشي لنا أربعة أهداف والتغيير جا باش نصحح يمكن الخلل اللي كان عند الكوارع لأن كان تبين بأن هو خلل بعد ما حنا أول عارف بعد واحد من الظاهرة اللي كيصرا ويبدأ يلعب وراء وهادو حاولنا باش نشدو ولكن فاش هنا الدخول من وسط الميدان ديالنا اللي أظن بأنه ماشي استنى ما عداش المهمة ديالو في ذاك الوقت اللي كان خصو يديها لذا فاش فرق بين الدور وشتا أظن بأنه كان مفروض عليه الاستمرارية لأن بقى باش نسد بعد أول النزيف وبقى لي الوقت بين الشوطين باش يمكن لي نقوم بالتغيير الثاني اللي كنت برمجتو لان كان مو برمج باش نغير لانه بانت لي فين كاين الهوت الاول وذوك الهوتات انت كمدرب لما ما صحتيهاش ما تخرجش بالحصة الداخلة ما يمكنش واظن بانه ماشي غتخرج ترجع لانك تلعب كيفاش عايز في النفس على الكرامة على شخصيتك على شخصية فريق اللي كنا كنقول لك ماشي فريق سهل لانه خصك ترجع ورجعنا باش ما تخرجش كيف كنا دم الوجه خصك ترجع تسجل ولما لا تسجلش الثاني والمباراة تكون بالنسبة لنا حتى لو تنهزم ما تنهزمش 4-0 تنهزم 4-1 4-2 4-3 أحسن من 4-0 نتيجة كان عندها تشكيل ديال سؤال قديم وسؤال بطبيعة الحال بالنسبة لنا بعد الشهر التوفيق بعد سرطان بعد الكارثة بالنسبة لنا اللاعبين بعد التعبوا كل تعبوا عن أنا عندي المرضان Je suis un peu plus de temps.
جيل الطبيعي وجيل مثلا بعد حيدوا مسيو البنزرتي، كيفاش وجدتي اللاعبين بعد الاحداث اللي عرفتها راديس و C'est une résistance mondiale que j'ai appris à mes joueurs, pas de résister mentalement, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les incorrections qui viennent de l'extérieur. On a été résistant, on a fait ce qu'il fallait, que ce soit un que ce soit un reste, qu'est-ce qu'on a décidé. On verra. البنزرتي شغل تقول لنا على النتيجه الموفقه اللي كانت متميزه وفيها اكراهات وفيها صعوبات، واش بغيت تقول للاعبين ديالك؟ غادي نهضروا بالغلط. فيليسيتاسيون فيليسيتي كوم جوار فيليسيتي فريمون هذا كي جا بان هذا بون هذا بوتيك 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 كلهم un grand bravo pour tout le monde, un grand bravo خاصة للجماهير الرياضية، أنا vraiment احضرتني حس محبة كبيرة في الجامعة مع كل الطلاب الجماهير المغرب كرة القدم، بس حسيتها معناتها في أي مكان رحت وكانت معناتها حفلة كبيرة وتحسن تحسن ثم محبة ثم مودة، يسميتوش كي نرمي مع بروسكو جيتيس في الجامعة الرياضية تباع في بليك كوم سا، كروي موا معناتها تحكي فريمون معناتها جديد مشي. بعتي راه في الجامع سي بنزرتي درب الطابيه وتقلب الالقاب كذلك في الالقاب اللي ولف الالقاب تاعو وانت جمعتهم جوج على هذا الالقاب
انا سؤالي هو كيف دار سي بنزرتي حتى خرج اللاعبين من هذه النفسيه المهزوزه المتطوره اللي وقعت بعد الاحداث ديال الرابيس؟ لان ما طاحش الاعوان، اللعابه كانوا في نفسيه ما مزياناش. انا واللاعبين راه تعودنا، تعودنا كونهم كيما قلت لك دابا كونهم اونيست طول الشهر. باسكو معناتها اونيست في الفوتبول بس واحد الشهر قبل ما نرى نقول لك سي با معناتها كونتر بيرفورمانس لا معناتها لا تم قاعد تعبير لا تكون بزاف تشد تلقى الراجل معاك تلقى معاه كي باتي دي كي نعمل مش اي مي جوار ما هو يديني كيف يدير مرة ما هو يديني سي قد ما نشكره بزاف